والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون أهلا بكم مرحبا مرة ثانية في حلقة جديدة من سيتيز اكس اكس ال طبعا سيتيز اكس اكس ال يعني سيتيز اكس اكس ال لا تفهمونا غلط. عشان سكلت انا كنت على اساس حاط سكلت على فكرة، بس طلعت اني انا مش حاط الشيء هذا، فتلعوزت يعني there are no variable jobs. لماذا يا صديقي؟ ما كان مقارن يعني نشوف شو أفضل، هي ولا سيتي سكايلاين؟ الحين قاعد أدور وين بيكنت، لأن تعود عن مين إن شاء الله. أنا هذا بيكنت جيمس، في بيكنت جيمس بس مش حق هايل. لازم أكبر صناعية والله، لازم أكبر صناعية ولا بتوهق. هاي متغيدة، حطيناها صناعية جديدة، وهاي صناعية جديدة بعد. الفكرة ان هالخط مفروض كان يكون ما فيه زحمة، لكن شكلي بديت اسوي فيه زحمة غصب، يعني ما يعني تخص رحلة معاناة شوي، مش متعود عليها واتمالها للحين. بحط البترول هذا اصلا، حتى لو هني في منطقة زراعية احنا لازم نوصل البحر، لازم نوصل البحر، ما في مجال اسمه ما بنوصل، ولا يمكن ولا لا 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 لازم لازم. بس هني حصل السؤال، هني حصل اوكي ما يتحرك. اي والله يتحرك، جميل الجرافيك مالها، شوفوا والله جميل الجرافيك، شوفوا شوفوا محلاها، شوفوا الشير كيف هو الحلو فيها. مدى نقدر نقترب، مشكلة بس اكرههم اقترب الحين بيدقون هرم. ليش كراسي هنا؟ شوفوا بدأت تسوي حشرة، شوفوا التفاصيل، وأشوف هذا شو سالفته، هذا ليش شكل زي في شو الأشكال هاي؟ أشكالهم مخيفة صراحة، أشكالهم مخيفة. تقول طالع تايتن، أتاكن تايتن، ما مش نلعب هذا. شوف العمارة هاي، ليش دقهرة؟ سؤال والله، ليش يدق هرن؟ أنا قاعد أكليك على العمارة، هو يدق الهرن ليش؟ هاي شو خطوط؟ عجيب. يعني لحظة أقدر أسويها بالطريقة هاي. أوكي لحظة، إذا السالفة دي لحظة، هذا اكتشفنا اكتشاف جديد توه. عجيب، لحظة، إذا السالفة كذي، أبغى أطلع تقاطع من هنا، لين وين؟ بداية الجسر، بس ليش تقاطع؟ ليش ما أقدر أطلع منفذ؟ هذا السؤال. مشكلة مش قادر اطلع منفذ. بس لان الحين اشوف، شفت هذا دخول، هذا دخول، هذا دخول، لحظة ما بيطلع يمين، أساس يطلع ياخذ الشارع يمين، هذا بيدخل، بس بديش من هنا صح؟ مرة دخل الثاني من صوب واحد، يطلع يدخل، لا يدخل من هنا، يطلع هنا على اعتبار يعني انه يسوي شيء، كلهم كدائرة الحين واحدة، وهذا رايح رد،
هذا بيكون بس مفروض أساسه حق منه، حق اللي رايح يرجع صناعية. السنة الجسر هذا أحسه كان مفروض يسوي له داون جريد. سيارات يروحون يردون، ترك روتس، هايد روتس. سيارات شاحنات وين يروح يردون؟ سؤال ما حد يعرف. يمين شاحنات كلهم وين يبون؟ يقول مدينة. كيف صناعية ما فيها شاحنات؟ الله، ومزارع بس في شي غلط يعني، في شي غلط يا ناس. مع ان هنا في شي اسمه، بس المشكلة بعد مش مرتب الصراحة، ابدا ابدا مش مرتب هذا. نمشي على هذا، ما عليه بنمشي الحين، ما عليه ما عليه بنمشي. جوبس اوكي، هاي شو سالفة؟ تم employment satisfaction is low. ليش؟ unemployment 29%، جماعة غير موظفين. زين انا حطينا فنادق، حطيتكم فندق خسارة فنادق. بزنس هوتيلز، نبغى فندق في الصناعية، هل حطوا صناعية فندق؟ لا طبعا. واحد اثنين ثلاث فنادق، خلي بنحطي أربعة جنب بعض، خليهم. سويد نوت برودوسينج وركرز ان نيدز ان سكيلد. عنده اللي بعده، احنا اول شي بنفتحه ان سكيلد وركرز، يباله 5000 سيتيزن. زين اذا سنة للديكوريشن، شو يسوي الديكوريشن؟ هذا حديقة، هاي شو شل شو الشغلات العزيزة؟ ما في حديقة، ما في شيء، لاند ماركس ما في. هاي شو يا حبيبي، يا حبيبي جبت العيد. واو ابوك، لحظة شليت الشارع الشد. حبيبي جبت العيد، يصير عدل المواضيع. بس يعني ما قمنا نتعلم على اللعبة يعني، مو مشكلة. احنا ما بدينا نتعلم. ما نشوف وين بتلاقي. وين تشوف هذا؟ بارك ارينا. نستكشف السايد اريا. لا هذا بارك. البارك مش حلو. مرة ما حطي واحد ثاني، بس حطي واحدة. هاي شغلة ثانية. This company has recently set up. هاي شو؟ Landmarks. Affected attraction. Landmarks. They are not affected by landmarks. Okay. Interesting. أنا أروم أعبي الفراغات في الخريطة. حتى لو في فراغ. ارى ما حط شيء من الديكوريشن. انا والله بشوفه من الحين، بس هذا حلو، هذا وايد حلو جنب الشوارع. هم انا المفروض اخلي مساحه فاضيه، انا بعد بخلي شكل المكان جميل. شوفوا هذا، اوه والله خطير هذا سوق دكاكين، عجيب عجيب. شيء غريب هذا construction area. انا ما احس ان هذا good landmark يعني. شو اللاندمارك الموضوع ده؟ ما يا ابني، ما ابدا، ما بلعته decoration. هذا توي حطيته صح؟
فنان نستي من الشارع تشوفه بعد حلو يعني، بس ما توقعت فيه يكون جميل يعني بالطريقة هاي الصراحة، بس طلع جميل. ما توقعت معناه غير موجود أظني. ها معناه قبل أحط المنطقة هنا عند المنطقة الزراعية حق الناس كتبي، خلنا نشوف في عندي أنا employment أول شيء. economy jobs style skilled workers. اوكي بنحطه هنا شارع طولي، حلو شارع طولي يوصل للشارع هذا، بس من الاخر الاخر بنحط هنا كمية بيوت عشوائية، يعني خاصة بعشوائية اقول يعني هذيل اسكلت وسكلت وين بعد يعني الحين لاحظت قمت هد فراغات صح بالضبط، لان الديكوريشن هني صراحة بحد ذاته مشروع ان اسهل مما انا يعايبني، بس شو خلنا نكمل بنفس الشكل لان اشوف فظيع يعني فظيع 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 جميل الصراحة. شوف اماكن منتزهات وهذا، بس لو في اشكال ثانية كان شيء كويت حلو الصراحة، شيء جميل كان بيكون. هاي شو سالفتهم؟ لحظة انا اصلا ما عندهم وظائف صح؟ وقمت شو سويت؟ زين تعرفت انا ايش سويت صح؟ هاي بالضبط بنسوي هني خط في الوسط. متى بقدر ابني الاوفيس اللي بعده؟ 20,000. اللعبة انها تقول لي دخيلك سو شوارع سو كذا، انا بكتشف اخذ اعمالها مع الوقت بغض النظر تنفع ما تنفع، بكتشف هذا كله عقب. شو اخبار الجسر؟ والله شكله مرتب، بس للاسف ما في منفذ. ابا منفذ بدل ما احط اشارة على الرايح والرادة. ابا منفذ. ها شو ليجر؟ شو الليجر؟ اسمه الليجر بروفايزلون. هاي الروم نقدر نحطيهم مرة ثانية، يخلي الناس تستانس. ليش يخلي الناس تستانس؟ يجي ما اقدر احطيني، ما اقدر احطيني، ما حطيني. وديكوريشن ترى الروم نرد نحطيه عادي يعني مش قضية. مش قضية يعني. هذا اللي غير موجود اتشيفمنت هون. building construction achievement you have constructed more than one leisure building. اوكي ثانك يو. على طول احطه بالكيلو، ما اعرف شو السالفه قاعد احطه بالكيلو. هل بندخل في موضوع صحة؟ صغر ابا ابا مكاتب، ابا كمية مكاتب حلوة. انسرت انا اوفيسز طبعا فري ستايل نعطي زمان غير هالستايل وما في غيره. الاندستري ما نبغى، نبغى سكيلد وركرز. مش هني زين، بنروح العيادة دايركت. دايركت العيادة وين سار سيتي ريسورسز بس مو هيلث. شو يحتاج هذا؟ انا سكيلد ميديوم، سكيلد ميديوم اكزيكيوتيف. والله زمن ما عندي اكزيكيوتيف. زين ما اقدر اكنسل شيء، مخابر شيء، ما اعرف اذا اقدر اهدم البيت هذا بروحه. ما اظني. ليش اخبار العيادة؟ ما اعرف اذا مغطي ولا مش مغطي المساحة كامل، بس خلينا نحط اكثر من. شو موضوع الانكم عندي؟ شو اخباره؟ يا حبيب زين، بس هاي شغلانة اذا كل شيء مش الا ديكوريشن وبرده
ده بيخرب علي الدنيا مصيبة. هاي فنادق المال اللي عندهم شغل هني بسين بيتهم. خيب الشارع كيف شكله شي متكسر، مع انه من فوق ما يبين، وهذا يبين عالية. اوكي نازل طالع بس مش ذاك الزود يعني. بعدين قاعد التزم ب سيستم المربعات انا. شو اخبار العيادة؟ مانثلي كوست 1000 خيب 1000 كاش فلو بلس 1000 سمثينج. انكم تاكس 3000 شيء، كوربريت تاكس 7000 شيء، يوتيليتي سيرفيسز 5000، ترانسبورتيشن انفراستراكشر. انا اظني اكثر الكوست مولى من في ويكند جوبس. بريمن ساتسفاكشن نزل برايك نسوي تبع على طول. اعطيتهم برايهم ما سويت لهم واحد اثنين، لان الحين كل حول شو بسوي؟ ابى ازيد عدد الناس سكان. مش ريتيل اندستري، هيفي اندستري، اخذنا شارع من الوسط. زين شوفوا هني الطريقة هاي. هذا ما يستوي الطريقة هاي، الطريقة هاي بس فنانة. شوف الفلر زمالك كيف الأرض شوي تفرق عن بقات، بس هاي لا، هاي اللي ساكنين محافظين على الشيء هذا. بس الميديم دنسيتي شو يسوون بعد؟ نفس الشيء السكلت خاصة يعني، يحافظون على شير يزرعون، وهذا صناعية لا، يحطوا لك قار، يحطوا لك هالسوالف. بس عندنا أماكن حلوة حق اللي يجر الحين. زين أبغى أشيل كم بيت من هنا حتى اللي يجر. لأن اللي يجر ديكوريشن يا حبيبي بيعبي الفراغ اللي في الوسط كامل. يا حبيبي شو الحديقة الخرافية هاي؟ يبغانا نهد بين الفراغات، ما دريت بالموضوع بالطريقة هاي. أنا حاليا هو شكله تعبان على الطريقة هاي ترى، بس يبغاله شو؟ يبغاله شوية ترتيبات، ترتيبات والخاطر يبغاله. يعني هذا بدخله من وين؟ من هني. يعني هذا إذا هدمت هني بيت واحد، زين بيتين راحوا، وهي احطي هذا هني. ليش ما احطي؟ اوكي يكفي والله، لا يكفي حق هني، بس في كوست حق هذا. Allows creation of marketplace between two roads. يعني بس هذا يفتح مجالات كبيرة ترى. يعني بدل ما احط حديقه بالطريقه التقليديه واركب حديقه فوق حديقه. achievement of restoring the skilled worker satisfaction. achievement of restoring the skilled worker with more than 70% satisfaction. زين انا اشوف عند المصايب اللي فوق الحين. there are no manufacturing الا 60. شو manufacturing تقول يعني؟ اجريكلتشر موجود. there is no high tech industry in city. ليش هاي؟ شو يبالي؟ يبالي عن اسكت. اوكي مو مشكلة. no enough مثل هاي trouble hiring. يبو الناس موظفين. الجسور اظني بسوي تقاطعات اقل على الشارع. وين هني جسر؟ ما يصير هني، خربنا المكان يعني الحركة هاي. يوم بنينا هذا لأنه ممكن احنا نمتد بالطريقة هاي الحين. خلينا نحط الجسور على الشارع.
عند الماء نقعد نعثر على مرة سوري حسب السكاي لامب يجب اسكت نبغى السر برا السيارة وهذا الشهنين وهذا ما نبغى الجسر طبعا خلاص نبغى الشارع نبغى الشارع مش شويرع هذا شويرع كان زين تخاطئ هنا ليش خليهم يستعملوا تخاطئ مو جسر خلينا نلغي التخاطئات لان اتصور هني اذا اصلا أمكنني واستطعت أن أصنع نفقا سأصنع واحدا النفق طلع مش سهل مثل ما انا تخيلت لكن من الممكن جدا من الممكن جدا نسوي نفق نفق جميل بعد زين اذا الشوارع بروحها تتشكل هني ها بيطلع روحي موضوع ان الشارع بروحها يتشكل ترى زين نسوي خصم منطقة بالطريقة هاي ونسوي البيوت مثلا هاي بالطريقة هاي اساسا هم ياخذون اي جسر هذا الجسر حلو نعطيهم خط حدايق يعني خفيف خفيف زين اوكي ونعطيهم في مكان الحدايق لا ما في هذه الحدايق بتضبط افضل شيء اظني من بروحي بدي اسوي ال هاشي شو يسوي هذا السؤال flattens the ground in a medium area اوكي هذا يعدل الارض ترانسفورمر ما اقول شو السالفه مليون اتشيفمنت قاع هذا شكلنا بتم نشوف اتشيفمنت 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 طول الجيم على طول مكانهم يعني ما بيطول الوضع شوف هني حد يستعمل الشارع هذا اي يستعملونه والله يستعملونه بس هذا ما بيصرف شيء ثاني هذا الهدف انه فقط هالمدينتين اللي بيصير هني ياخذ الجسر هذا مشكلته والله ستة لحظة تاون هول وين عيادة؟ عيادة وين؟ ادري بكم تبون مرضيات الحين هذا يا هاي ليجر هاي شنو ناقصنا
number of skilled workers يبقى خلينا نحط skilled workers انزين اوكي حطينا skilled workers انزين ما عندك العيادة وين حطيتها انا وين حطيت العيادة يا جماعة العيادة وين راحت هذه health service شكله بيت والله من بعيد يوصل لهني تقريبا كلمة تقريبا ما تعجبني بس وايد ياخذ مرة يا اخي انكم وايد ياخذ هذا بس طريقة اللي اوت مش اوكي ترى طريقة اللي اوت تعبانة حبة تعبانة يعني لانه ما قاعد يوصل يبغى نسوي اويل برودكشن هني الحين بسوي اويل برودكشن بعد شوي صبر صبر معي بس لانه بنحتاج اويل برودكشن بس الحين بنرسم مدخل سكان هذا هني في بعد غيري بوله في employment شيء ولا هذا ولا وين يكون مالي jobs satisfaction is low leisure satisfaction is low هذا انت اللي ساكن عند الحديقة تقول تعبان كل شيء والله انك ما تستحي اوي قسم الله الله ما تستحي culture and leisure يا حبيبي في حدايق في بس ترتيب اللعبة شوي غريب بالنسبة لي ترى يعني الحين نشوفه مثلا ابسط شيء من ايش الحديقه لازم ارد اردها مره ثانيه هاي الحركه هاي تطفر بي ترى هاي الحركه هاي تطفر باخلاقي الصراحه يعني ما ماشي ليش اصفر كل هذا ليجر ما يصير فيه كم واحد يشيل انزين برقم ما بعرف كم واحد يشيل كم واحد ناقص كم واحد ليش طلع روحي بس الحدائق مسوي شكل المكان حلو شوف شوف المزارع محلان والله حلوين صراحة المزارع خلنا نوصل 5000 نفر حلقة الجاية شكلها المهم هاي كانت حلقة اليوم عيادات وحدائق اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية قولوا لي رايكم في السلسلة تحت خبروني هي سيتي سكاي لاين شو المواضيع هاي شو تشوفون انتو شو الأمور اللي تحسون بها وإلى آخره ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله.